باسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. النهاردة بنعمة ربنا نكمل آخر جزء من إنجيل لوقا، وإحنا في آخر إصحاح لوقا 24. المرة اللي فاتت خلصنا قصة تلميذي عمواس، وشفنا إزاي ربنا يسوع له المجد ظهر بعد قيامته في يوم الحد الصبح للتلميذين، وفضل يمشي معاهم عدد من الساعات وأمسكت أعينهما عن معرفته، وطول السكة كان بيشرح لهم الأمور المختصة به من موسى، توراة موسى والأنبياء، نبوات العهد القديم. ولما وصلوا عمواس اكتشفوا حقيقته عند كسر الخبز، ورجعوا جاري لأورشليم يبشروا التلاميذ ويقولوا لهم المسيح قام بالحقيقة قام. وقلنا انه اليوم ده بدأ بحزن شديد وانتهى بفرح شديد، ودي دايما حياتنا مع ربنا، قد تبدأ بأحزان لكن لما الواحد يفهم يعني ايه المسيح قام ويعني ايه في قيامة أموات بتلاقوا الحكاية اختلفت كتير قوي، والإنسان بقى فرحان فرح روح. احنا في عدد 36 24-36. وفيما هم يتكلمون بهذا، مين دول بقى؟ تلميذي عمواس والتلاميذ ال 12 اللي في ال 11 اللي في العلية والأحباء اللي معاهم، يعني دخلوا تلميذي عمواس يحكوا وكانوا بقية التلاميذ بيسمعوا، وهم بيتكلموا مع بعض، دول بيقول شفناه في السك، ودول بيقولوا ده ظهر كمان لبطرس غير ظهوره للمريمات. وقف يسوع نفسه في وسطه، يعني ده يعتبر مثلا رابع ظهور في نفس اليوم، ظهر في الأول الصبح للمريمات، وظهر لمريم المجدلية لوحده، وظهر لبطرس لوحده، وظهر لتلميذي عمواس لوحدهم، ودي في نفس اليوم ظهور لبقية التلاميذ أو كل التلاميذ في العلية في نفس اليوم، خامس ظهور. وقف يسوع نفسه في وسطهم وقال لهم سلام لكم. كثير من الآباء علقوا على حكاية دخوله بدون ما يفتح باب، يعني هم كانوا قاعدين في العلية فجأة لقوه وسطيهم. المعنى ده له يعني تأملات أو أفكار كثيرة، منها ايه؟ ان ربنا يسوع دايما موجود بس احنا مش شايفينه، فكونه فجأة نشوفه معناه هو ما كانش بره ودخل، هو كان موجود انما ما كانتش العين شايفاه. ده يخلينا دايما عندنا يقظة انه ربنا موجود في كل مكان بنقعد فيه، في كل اوضة بندخلها، في كل حتة. في كده شعار كانوا يعلقوه في البيوت زمان يقولوا ربنا يسوع هو الصديق المختفي في كل بيت والحاضر لكل حديث، يعني موجود في كل حتة وسامع كل الكلام عشان يخلوا الناس يعني تاخد بالها من كلامه. فأول معنى كون المسيح فجأة لقوه وسطيهم ده معناه كان موجود وسامع ومشارك بس ساكت. المعنى الثاني أن ربنا يسوع له المجد بعد قيامته في بعض الخواص لهذا الجسد الممجد اللي قام به غير الجسد العادي، هو قام بنفس جسده ولكن هذا الجسد تمجد، عشان كده بنسميه جسد ممجد، بمعنى الإنسان الطبيعي لازم يفتح ويدخل، إنما الجسد الممجد ده مش محتاج يفتح ويدخل. فدي خواص أو إمكانيات للجسد الممجد ما كانتش موجودة قبل كده. حاجة كمان، كون ربنا يسوع له المجد يقف وسطيهم فجأة والأبواب مغلقة أو مغلقة، إشارة إنه مهما الدنيا تعقدت والأبواب كانت مقفلة، أنت هتفاجأ إن ربنا موجود وسط المشكلة مش براه، مش بيتفرج عليها من بره، مش بيحاول يفتح الباب من بره، ده هو معاك جوه المشكلة، وهو اللي مش محتاج حتى الأبواب تتفتح،
انت عاوز تفتحها ليه؟ عشان تدور على ربنا. طب ايه رأيك ربنا هيجي لك جوه المكان اللي انت محبوس فيه؟ لان لغاية الوقت ده كانوا حريصين على قفل الابواب خوفا من اليهود، كانوا لسه مغلوبين من الخوف. ما فاتش يومين على صلب ربنا يسوع له المجد 3 ايام، فكان في نوع من القلق الشديد، اليهود بيدوروا على التلاميذ، فكونهم كانت ابوابهم مغلقة اشارة الى الخوف، اشارة الى العجز، اشارة الى الحاجات اللي ملهاش حل. فربنا يسوع في قيامته بيقول ما فيش حاجة ملهاش حل. ايه اللي ملوش حل؟ طب ده انا ادخل جوه صميم المشكلة واقول لكم جوه المشكلة سلام لكم. وده معنى مهم. ربنا يسوع له المجد سهل عليه قوي يفتح الابواب، سهل عليه قوي يحل المشاكل دي، لا يعجز عنها ربنا ابدا. سهل عليه قوي يشخط في البحر يسكته. انما الهدف عند ربنا بالنسبة لنا ان احنا نحتفظ بسلامنا وهي لسه الابواب مغلقة ولسه الموج عالي. هو ده الهدف. ما هو الطبيعي ان ربنا لما يتدخل الدنيا هتمشي وهتتصلح، انما هي الابواب مقفولة. قال لهم ايه؟ سلام لكم، عاوزكم عندكم سلام وخلي الابواب مقفولة. ايه المشكلة؟ خلي المشكلة قائمة مع أداة مقفلة من كل حتة، بس ما تفقدش سلامك. كان الله معنا فمن علينا. تفكرنا بالليلة اللي بعتهم يسبقوه في المركب، والمركب كانت تغرق، وبعدين ظهر لهم ماشي على المية وقال لهم سلام لكم. اتغاظوا جدا وصرخوا، ايه سلام لكم؟ طب ما احنا بنغرق والبحر عالي والموج شديد والريح شديد، طب ما تقول حاجة. لا، سلام لكم بس، انا عاوزكم تبقوا عندكم سلام حتى لو الموج عالي. وعشان كده بطرس لما قال له امرني اتي اليك قال له تعال. ايه المشكلة؟ انت شايف مشكلة كبيرة؟ مفيش كبير علي. وبدأ بطرس يطلع وينزل مع الموج العالي، الموج مهديش، انما ده شعور عمره ما داقه ازاي يبقى فوق الموج، فوق المشكلة، فوق التحدي، ويحتفظ بسلامه بالرغم من ان المشكلة ما اتحلتش. مش عشان المشكلة اتحلت يرجع لك سلامك. ربنا عاوز يفضل عندك سلام حتى لو الابواب مغلقة، تبقى ابواب القلب بس مفتوحة. ده المهم. اللي عنده حضور ربنا في حياته مهما اتقفلت عليه ابواب لا يشعر بقلق. بس مين شايف المسيح الحاضر؟ هو كان حاضر، بس هما كانوا قبلها عمالين يقولوا اليهود هيعملوا وهيسووا وخايفين ومرعوبين. فظهر لهم، وقف في وسطهم وقال لهم سلام لكم. تحية السلام دي ذكرها إنجيل يوحنا برضو وهو بيذكر أحداث القيامة أكثر من مرة، كانت ملحة جدا كلمة سلام لكم. لو تفتكروا ليلة صليب ربنا يسوع له المجد قال لهم الكلمة المشهورة سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم لا تضطرب قلوبكم. هل اضطربت قلوبهم؟ طبعا، ده ما فاتش على الكلام ده كام ساعة، وانزعجوا جدا واضطربوا جدا وانهاروا نفسيا وخافوا وشكوا ولخبطوا خالص. انما ربنا يسوع له المجد كان بيوعدهم بالسلام، ما خدوش السلام غير مع خبر القيامة، ما دخلش السلام في القلب صح غير لما شافوا المسيح قائم من الموت. طول ما في تهديد الموت لا سلام. امتى الواحد يحتفظ بسلامه؟ لما ينهار وثن الموت، صنم الموت، رعب الموت. لما ينهار قدام الانسان ما يبقاش خايف من الموت، خلاص ايه اللي هيخوفك تاني اذا كان الموت نفسه مش مخوفك؟ هما ليلة صليب وهو بيقول لهم سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم، كانوا مضطربين وكانوا خايفين، وزاد اضطرابهم وخوفهم لما لقوا المسيح اتمسك وانضرب واتطلب. لكن في اليوم بقى اللي دخل العلية يقول لهم سلاما أترك لكم، سلام لكم، حل السلام في قلبهم. عشان كده تلاحظوا كنيستنا تحب الكلمة دي قوي، كل شوية في كل صلوة في كل قداس في كل عشية إيريني باس السلام ليكم، هي نفس التحية دي، تحية القيامة. يعني ايه؟
تحية من آمن بالقيامة، تحية من غلب الموت، دي قيمتها. لما الكنيسة بتقول لكم سلام لكم يعني ارفع راسك، انت المسيح له المجد، حط الموت تحت رجليك، هتخاف ليه؟ خلي الخوف للناس اللي بره اللي لسه لم تؤمن بربنا يسوع، ما تعمدتش، ما دقتش النعمة اللي احنا فيها، ما خدتش وعد الأبدية والقيامة، دول يقلقوا ويخاف، ده طبيعي. إنما أنتم سلام لكم. فسلام لكم دي تحية خاصة بقيامة المسيح، عشان كده قالها كتير في القيامة. وفي الحد الأولاني بعد القيامة على طول الكنيسة تقرأ الفصل من إنجيل يوحنا يقولها مرتين ورا بعض، سلام لكم، جم مسوا تأكدوا إن هو قال لهم سلام لكم تاني، عشان يقول لهم كل ما تتأكدوا من القيامة كل ما السلام يملأ قلبكم، كل ما تحط فكرة القيامة قصاد عينك كل ما تبقى عندك سلام. أكتر حاجة تضيع السلام هو خوف الموت. يقول عنها معلمنا بولس في رسالة العبرانيين إصحاح 2، الذين كانوا خوفا من الموت كانت حياتهم تحت العبودية. يعني الناس وهي خايفة من الموت كانوا عاملين زي العبيد المذلولين، إنما ربنا يسوع له المجد جه ليه؟ أخذ صورة عبد وصار في شبه الناس وتشارك مع الأولاد مع البشر في اللحم والدم لكي يبيد بموته ذلك الذي له سلطان الموت ويعتق أولئك الذين كانوا خوف من الموت كانوا عبيد للموت. كلمة سلام لكم دي أطلقت صراحهم من خنقة وحبسة الرعب والقلق والخوف والهزيمة قدام اليهود قدام الموت أيا كان. والكلمة لسه بتتقال والأبواب مغلقة، كأننا وإحنا لسه في حبس الجسد والأبواب مقفولة، ربنا بيقول أنا عاوزكم تتمتعوا بسلام حتى وانتوا هنا على الأرض. فلاحظوا في كلمة سلام كمان لما ربنا يسوع له المجد قالها، قال سلامي سلامي أترك لكم. بمعنى إيه؟ ما قالش سلاما، سلامي ليه؟ احنا هناخد حاجة من جوه ربنا يسوع له المجد، حاجة خاصة به هو. هو عنده سلام طبعا فوق العقل، لا يمكن حاجة تزعج ربنا له المجد. هيخاف من ايه ربنا؟ مش ممكن يخاف من كل من اي حاجة، هو ضابط الكل. ايه رأيك تاخد هذا السلام، سلام المسيح شخصيا؟ عشان كده احنا في القداس نقول ايه، لا هدمت بالظهور المحيي الذي لابنك الوحيد وملأت الأرض من سلامك السماوي. ده سلام مش من الأرض، ما تلاقيش زيه. هات واحد غني كده قول له عندك سلام قد إيه، يقول لك ما عنديش ريحة السلام. هات واحد مركزه كبير قول له عندك سلام قد إيه، يقول لك ولا بدوق طعم النوم. إنما هات واحد غلبان عايش مع ربنا في ملك تاني تلاقيه منتهى السلام والروقان والفرح والبهجة، وكأنك شايف المسيح على عينيه. سلامي أترك لكم دي خدوها بقى لما شافوا المسيح قصاد عينيهم قائم، دخل السلام قلبهم وفرحوا فرح زي ما قال عنه ربنا برضو ليلة صليبه، سأراكم أيضا فتفرح قلوبكم ولا يستطيع أحد أن ينزع فرحكم منكم. كان قبل كده يفرحوا شوية يخضوا شوية يخافوا شوية يرجعوا يفرحوا تاني يشوفوا معجزة ينبسطوا يغيب عنهم المسيح يقلقوا. قال لهم بصوا بقى بعد القيامة خلاص حالة دائمة مستمرة من السلام. ليه؟ المسيح قام حقا قام. خلاص كده، أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوي؟ عشان كده معلمنا بولس وهو بيودع تلميذه تيموساوس كتب له رسالة الوداع، رسالة تيموساوس الثانية، بيقول له أنا ماشي أنا رايح السماء. طبعا خبر صعب من أب الابن، خبر الوداع خبر مؤثر وصعب. يقول له في الرسالة دي إيه؟ أذكر يسوع المسيح المقام من الأموات. اوعى تغيب عن عينيك الصورة دي، المسيح قام، إحنا أيضا سيقيمنا نحن أيضا معه. فخلي صورة المسيح القائم شغلاك. كنيستنا الحكيمة تلاحظوا في طقسها تعمل ايه؟ تحط قدام عينينا الصليب في موسم طويل زي اسبوع الالام وتعيشنا 50 يوم قدامنا صورة ايه؟ القيامة.
نقعد نزفها في كل قداس، ما تتشالش من قدام المذبح عشان تبقى عيون كل الناس زي ما داقت الصليب بألمه بوجعه تدوق كمان فرح القيامة وتعيش في النصرة وفي سلام القيامة. قال لهم سلام لكم، فجزعوا وخافوا وظنوا أنهم نظروا روحا. هنا يحصل مشكلة، أنه كون ربنا يسوع دخل والأبواب مقفولة، للوهلة الأولى تدي انطباع دي روح. انتوا عارفين اليهود العاديين يؤمنوا زينا ان في ارواح، ما عدا طائفة متطرفة اسمها الصدقيين كانوش يؤمنوا بالارواح ولا الملائكة. فلما الواحد يشوف المسيح قصاد عينه يعني بضعف الايمان كلهم شكوا ان ده يكون روح. روح يعني هيختفي تاني وخلاص. لو قلنا روح يبقى المسيح ما قامش، لان الروح لم تموت. كلمة مات يعني ايه؟ يعني الروح انفصلت عن الجسد، اما الجسد هو اللي يخضع لفكرة الموت، انما الروح مستمر. فلو قلنا ان دي مجرد روح، طب ما الروح ما ماتتش، يبقى ما حصلتش قيامة. لكن لما يقف بجسد معناه قام حقا. كلمة حقا دي مرتبطة انها قيامة حقيقية مش قيامة صورية. فعشان كده ربنا يسوع لما لقاهم فكروا انه ممكن يبقى روح، عمل اللي عمل. قال ايه؟ قال لهم ما بالكم مضطربين ولماذا تخطر افكار في قلوبكم؟ ما الافكاركم بتودي وتجيب ليه؟ انظروا يدي ورجلي اني انا هو، يعني انا بشحمي ولحمي، انا هو هو، انا اللي كنت معاكم من 3 ايام. الاول انظروا لانه يديه ورجليه، ما الروح ما فيهاش تفاصيل قوي كده، انما الايدين والرجلين دي بقى شغل جسد حقيقي. جسوني، هو لما يجسوه خلاص ما بقتش الحكايه روح، بقى حقيقي قام، بقى جسد بجد. وانظروا فان الروح ليس له لحم وعظام. يبقى ربنا يسوع له المجد دافع بشده عن حقيقه القيامه وقال القيامه مش كده وكده، دي قيامه حقيقيه. قام بجسده بعد ما الجسد حط في القبر، الجسد ده خرج حيا. الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا أراهم يدي ورجلي، يعني حتى مش كلام بس، قال لهم طب ياهو يدي اهي شايفين، تعالوا المسوا ده يمسكوني، اهي رجلي قصاد عينيكم عشان تعرفوا انا قمت بجد. هنا برضو الاباء اجتهدوا في الحتة دي وقالوا كلام جميل، قالوا ربنا يسوع له المجد كانه لازم يأكد على حقيقة قيامته لأنه كان عارف أن الشيطان هيشكك في القيامة بعد كده. فكلمة جسوني والمسوني وانظروا يدي ورجلي وشك توما بعدها، وبعدين صباعه اللي دخل في جنب المسيح وفي مكان المسمار، كل ده كان أدلة للتاريخ للأجيال، عشان ما يجي واحد فينا يتشكك ويقول طب ما يمكن الشيطان يعني يدخل في دماغه شك، يقول له يمكن ازاي؟ التلاميذ كلهم جسوا ولمسوا وعارفينه ومعشرينه، اني انا هو، فيش ادنى شك. برضو واحد يقول حاجة تاني قالوها القديسين، يقول ايه؟ مش هو المسيح قام بجسد ممجد؟ الجسد الممجد ليست فيه جراحات او اثار الام. الجسد النوراني هيقوم جسد متكامل، يعني لما ربنا ينعم علينا بالحياة الأبدية كلنا بعد ما يجي على السحاب هناخد كلنا أجساد ممجدة. اللي كان نظره ضعيف مش هيبقى نظره ضعيف، اللي كان عنده مرض مش هيدخل السماء بمرض، سيكتمل الجسد بشكل نوراني ممجد صعب حتى الخيال يتخيله. طب ليه ربنا يسوع وهو قام بجسد ممجد احتفظ بآثار جراحاته؟ ما كان ممكن ما يحتفظش بيها، كل الجروح دي تلم، إشارة إلى اكتمال الجسد أو كماله، جسد ممجد. قالوا أنه ربنا قصد أنه يحتفظ بعلامات الجراح، هو ما كانش متألم خلاص، إنما علامات الجراح هي أجمل شاهد لكل الأجيال وعلى مر الدهور إلى حب ربنا. وده المنظر اللي شافه يوحنا الرائي وعبر عنه بطريقة رمزية، قال أنا شفت حاجة غريبة، شفت خروف قائم وكأنه مذبوح.
طب ازاي مذبوح واقف على رجليه ازاي؟ بيقول زي اللي ذبحوه ورجعوا ركبوا راسه عليه تاني قائم وكأنه مذبوح. هو المنظر كده، منظر المسيح له المجد القائم، ما راحتش منه آثار جراحات، شاهد للأجيال وللدهور على محبة أبدية أحببتك، على حب فائق. عشان كده دايما صورة القيامة تلاحظوا فيها إيه؟ مكان الجروح باين ومكان الحرب باين، عشان الناس تبقى فاكر هو ده اللي قام. برضو آثار الجراح بالذات تؤكد إن ده المسيح مش شخص تاني، عشان محدش يجي يقول إيه قد يكون شبه لهم واللي قالوا قام غير اللي مات. لا بقى، هو اللي مات هو اللي قام بشهادة جراحات هو، فكان لازم يحتفظ بأثار الجراح كأن دي العلامات اللي تؤكد هو ده ذاته الجسد اللي اتصلب، هو ذاته الجسد اللي قام، عشان محدش يقول ده غير ده ويبوظ الموضوع. لا، هو اللي مات هو اللي قام، والإشارة هنا واضحة في جراحات صليبه. كمان قالوا جراحاته كونها تفضل في جسده دافع مستمر لينا لكي نكره الشر. لو اختفت الجراحات يمكن الخطية تختفي من قدام عينينا، إنما بقاء الجراحات، هل هظن القديس غريغوريوس الكبير، يحرك قلوب أحباء الله وأولاد الله دايما إلى كره الخطية وإلى الإحساس ببشاعة الخطية. الخطية هي اللي عملت فيه كده، فتكون المنظر يفضل بعد القيامة في جراحات يخلي الواحد دايما في حالة رفض للخطية وكره ليها. انظروا يدي ورجلي إني أنا هو، جسوني وانظروا فإن الروح ليس له لحم وعظام كما ترون لي. وحين قال هذا أراهم يديه ورجليه، لما قال كده وراهم يديه ورجليه. وبينما هم غير مصدقين من الفرح، فرح حقيقي هنا، غير مصدقين خلي بالكم مش معناها شك، لا ده هم حالة من التعجب، الفرح الفائق، لأنهم للأسف ما كانش حد فيهم متوقع، بالرغم ان ربنا قال لهم انا هقوم، وبالرغم من الملائكة الصبح بشروا المريمات، من كتر ضعف الإيمان زي ما تقولوا العقل انضلم، فكانوا الفكرة مش قادرين يقبلوها لأنها عالية على تفكير البشر. بينما هم غير مصدقين من الفرح ومتعجبون، برضو ربنا قال ايه لحسن بعد ما امشي يقولوا هو كان حلم ولا علم؟ فقال تبصوا بقى عندكم حاجة ناكلها، عاوزين نرجع ايام زمان، هي ايام زمان كان يقعد ياكل معهم ويحكي بالساعات، قال لهم عندكم ايه ناكله؟ عندكم ها هنا طعام. عاوزهم يحسوا ان الحياة رجعت طبيعية تماما، المسيح اللي كان معاهم ولسه واكل معاهم الخميس هيقعد معاكم ياكل معاهم الحد. فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل. وهنا يعني واحد من القديسين قال الفصح كان يؤكل فيه على أعشاب مرة، هما لسه في عيد الفصح خلي بالكم، لسه أيام الفطير، فما فاتش يومين على الأعشاب المرة وتحول المر إلى إيه؟ شهد عسل، إشارة إلى بهجة القيامة وفرحتها في مر في الصليب، في مر في دم الصليب، ولكن في شهد عسل مع خبر القيامة، قاعد المسيح هياكل معاهم. السمك المشوي لأنهم كانوا صيادين وكانت أرخص حاجة وقتها السمك، بلاد كلها فيها يعني بحيرات والصيد أرخص حاجة للناس البسط. طبعا السمكة بالذات من كتر يعني ما كانت أكل للتلاميذ وحصل فيها معجزات كتير، السمكة كانت أول أو من أوائل شعارات المسيحيين. ليه؟ كلمة سمكة باليوناني خمس حروف بتكتب إخسيس أو إكسيس. الكلمة دي المسيحيين الأوائل اللي كلهم بيعرفوا يوناني خدوا أول حرف وحطوا عليه كل كلمة، فقالوا إيسوس خريستوس أيو ثاؤس سوتير، معناها يسوع المسيح ابن الله مخلصنا، فلقوا الخمس حروف تركب تبقى كلمة إخسيس أو سمك، فكانوا يرسموا السمك على كل حاجة لأنها علامة غامضة، لأنه كانوا مضطهدين في الأوائل. إنما العلامة دي عرفوها المسيحيين من بعد زي رشم الصليب دلوقتي،
طبعا رشم الصليب قديم قوي برضو، انما في الاول كانت، عشان كده تلاحظوا كتير من الكنائس القديمه منقوش عليها سمك، لان السمكه كانت اشاره لمجمل الايمان. هو اهم حاجه في ايماننا ايه؟ يسوع المسيح ابن الله مخلصنا. خلاص قلنا كل حاجه، قلنا التجسد وقلنا لاهوت المسيح وقلنا الفداء، قلنا كل حاجه في الجمله دي، في الكلمه دي، في السمكه دي. فعشان كده السمك كان اشاره للقيامه او فرحه من فرحات القيامه. البعض بيقول يمكن ده سبب اكلنا لبعض انواع السمك في شم النسيم، لان ده كان دخلت شم النسيم، هو الحد بالليل خلاص يبقى دخلنا شم النسيم كده. بالمناسبه شم النسيم هي كلمه فرعوني مش كلمه عربي، اتشوم انسيم لا اساس لها في العربي خالص. اتشوم انسيم يعني حديقه الزهور، وده كان عيد فرعوني، عيد الربيع. لما بقت مصر مسيحيه كان بيقع دايما في الصوم، والمصريين كانوا يحبوا عيد الربيع، فقالوا لا ما نعيدش عيد الربيع واحنا في نص الصوم الكبير، فرحلوه من نص مارس وقالوا يجي تاني يوم عيد القيامه زي ما يطلع. وده اللي يؤكد انه كانت مصر مسيحيه، ويؤكد انه عيد ديني. اتشم النسيم ده العيد بتاعنا، لانه دي بهجه وفرحه الطبيعه بقيامه المسيح. عشان كده تلاحظوا ان ده العيد الوحيد اللي الدوله الحمد لله بتسيبنا احنا نحدده. ليه؟ لانه لازم يجي الاثنين التالي لعيد القيامه، فاحنا اللي بنحدده، مش ملوش معاد. الحمد لله على كده. فناولوه جزءا من سمك مشوي وشيئا من شهد عسل، فاخذ واكل قدامهم. برضو يجي سؤال تاني، هل ربنا يسوع كان محتاج ياكل؟ لا. لكن هل يقدر ياكل؟ طبعا. كلمه يقدر تجوز، انما لم يعد جسد الممجد يحتاج الى اكل وشرب. يعني جسده قبل الصليب مثل جسد اي انسان عايش، يحتاج للاكل والشرب. عشان كده في قصه صومه قال فجاع اخيرا. ايوه ربنا يسوع كان بيجوع زي ما احنا بنجوع، ولكن بعد قيامته لم يعد يحتاج للاكل والشرب. لكن هل يقدر؟ طبعا يقدر. طب ليه عمل كده؟ عشان يأكد انه جسد حقيقي، عشان ما حدش يقول ما يمكن، يمكن ازاي ده قعدنا وكلنا معاه، يا الروح هتاكل. لمسناه وجسناه وسمعناه واكلنا معاه كمان. فاخذ واكل قدامهم وقال له هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وانا بعد معكم. لأنه لابد أن يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزامير. فلاحظوا اللي شاغل ربنا بعد قيامته أنه يحقق كل العهد القديم في نفسه، أنه يؤكد أن اللي حصل ده ما كانش غريب، إنما كان مشهود له من جميع الأنبياء من أول التوراة التكوين لآخر كلمة في أسفار الأنبياء. فزي ما خد السكه كلها طول اليوم يحكي مع تلميذه عمواس عشان يشرح لهم من موسى والانبياء الامور المختصه به، وهو قاعد مع التلاميذ بعد الظهر في نفس يوم حد القيامه قاعد يقول نفس الكلام او يكمل عليه. فبيقول لابد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والانبياء والمزامير. اليهود عندهم فعلا يقسموا العهد القديم ثلاث اجزاء، والبعض يقسموه جزئين، جزء التوراه او موسى ده لوحده، والانبياء جزء لوحده، والمزامير جزء لوحده، وساعات يحطوا المزامير مع الانبياء. انما في كل الاحوال ربنا يسوع موجود في الثلاث كتب، ان كان في تورات موسى او في نبوات الانبياء او في المزامير. وعشان كده احنا كنيستنا او يعني المسيحيه ترى الكتاب المقدس كتابا واحدا. ليه؟ لان العهد القديم بيتكلم عن المسيح برضه، بس الشاطر اللي يلاقيه يعني ايه متغطي. عشان كده ربنا يسوع استخدم كلمه جميله قوي، قال فتشوا الكتب. هي هو موجود بس اللي يفتش يلاقيه. اما اعلانه في العهد الجديد فواضح جدا، لكن في العهد القديم موجود ومعلن لكن مستتر، لان لهم عيون يبصرون ولا يبصرون. عشان كده بولس كان بيقول ايه لغايه النهارده اليهود لما يقروا العتيقه، عتيقه يعني العهد القديم، البرقع باقي على عيونهم،
زي في كده سحابة وضباب مش شايفين حاجة، يبقوا بيقروا عن المسيح ومش فاهمين، كأن العقل واقف. حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. برضو السؤال، هل الاجتهاد يدي فهم ولا الفهم ده نعمة؟ تلاحظوا انه في الحادثتين بتاعة تلميذي عمواس والحادثة دي اللي فيها التلاميذ سمعوا المسيح تاني يشرح لهم العهد القديم، اتقال تعبير ايه؟ فتح ذهنهم. ولما تلميذي عمواس وصلوا قالوا ألم يكن قلبنا ملتهبا فينا إذ كان يكلمنا في الطريق. الفهم نعمة وجهاد. الفهم يحتاج إلى نعمة من الله، والنعمة تحتاج إلى جهاد من الإنسان. لما الواحد يفتح ذهنه يركز يقرأ يدرس، ربنا ينعم عليه بفهم يفتح ذهنه. إنما واحد مش عاوز لا يسمع ولا يقرأ، طب يفهم إزاي؟ مش هيفهم. الفهم يحتاج إلى صلاة. لما الواحد يصلي يقول له رب اكشف لي ذاتك، عرفني وريني، يفهم. إنما بكبرياء داخل يقرأ الإنجيل لا يمكن هيفهم حاجة، مهما اجتهد وكان علامة في اللغة مش هيوصل للمسيح اللي في الكتاب، لأن الموضوع محتاج صلاة، محتاج تواضع. عشان كده تلاحظوا إن احنا دايما في القداس أو في العشية أول ما نقرأ الإنجيل قبلها على طول نقول إيه؟ أبونا يصلي يقول اجعلنا مستحقين أن نسمع ونعمل، يعني خلينا نستاهل. ويقعد يصلي لنا أبونا طول قراية الإنجيل إن احنا نفهم، لأن الفهم عطية من السماء ووصية. عطية يبقى ده شغل ربنا، وصية يبقى دور إنسان. في تيموثاوس، في رسالة بولس لتيموثاوس يقول له افهم ما أقول، بعدها على طول يقول له ايه؟ فليعطيك الرب فهما في كل شيء. بعد ما قال افهم قال له ايه؟ فليعطيك الرب فهما. يبقى افهم وصية ويعطيك الرب الفهم ايه؟ عطية. بعضكم يقول انا ابتديت افهم، دي نعمة من ربنا. انما تلاحظ انك ابتديت تفهم لما ابتديت تهتم، لما ابتديت تقرأ، لما ابتديت تسمع. فانت عملت مجهود على قده، ابتديت تاخد استنارة، تاخد فهم. فيقول فتح ذهنهم. طبعا هي نعمة من ربنا مهما كان انه يكشف لنا اسرار. فتح ذهنهم ليفهموا الكتب. وقال له هكذا هو مكتوب وهكذا كان ينبغي. ملخص بقى الكتاب كله ايه؟ قال المكتوب كان لازم يحصل. ايه هو رب ملخصه؟ كان ينبغي ان المسيح يتألم. دي اللي كانت غايبة عن اليهود. اليهود مبطين على طول على فكرة المسيح يتمجد. وكمان الغلطة الثانية فاهمين المجد يعني يقعد على كرسي عالي وايه يملك على الدنيا على الارض. قال لهم استنوا، اللي ما كانوش فاهمينه كان ينبغي أن المسيح يتألم، ولها شهادات كتير قوي، ويقوم من الأموات. ما كانتش برضو مفهومة عند اليهود. في اليوم الثالث وأن يكرز باسمه بالتوبة. كل ده اتقال في العهد القديم، أن اسم ربنا هينتشر في كل مكان وأن الأمم هترجع لربنا. دي شهادة العهد القديم قبل شهادة العهد الجديد. اليهود اللي عندهم عهد قديم كتابهم بيأكد ان ربنا رب الكل وربنا عينه على خلاص الكل، حتى لو فضلوا طول العهد القديم يقولوا ربنا بتاعنا بس. قال ينبغي ان يكرز باسمه بالتوبة. الكلمتين دول مهمين. لما تقدم المسيح لشخص لا يعرفه انت تكرز باسمه، وغرضك ايه؟ توبة الشخص. لأنه الإنسان ما يقدرش يقبل المسيح إن لم يتب. دخول المسيح حياة إنسان تحتاج لكلمتين، إيمان وتوبة. ما ينفعش كلمة واحدة أبدا، الخطوة الأولى دايما كده إيمان وتوبة. دول اللي تبتدي بيهم حياتك الروحية، ودول اللي يوصلوك لباب السماء. عن طريقهم تتعمد بالإيمان والتوبة، تتعمد بالإيمان والتوبة تعترف، هو الاعتراف محتاج إيمان. بالإيمان والتوبة تتناول. عشان كده طول القداس يا بنقول أمين يا بنقول يا رب ارحم، إيمان وتوبة. بالإيمان والتوبة تنمو في حياتك الروحية، تنمو في التوبة، تنمو في الإيمان.
فالإيمان بالكرازة يكرز باسمه بالتوبة. في ناس عاوزة تدخل المسيح حياتها بس مش عاوزة تتوب. يعني ايه؟ تاخد معلومات، تاخد أفكار، تقعد عادات مسيحية، إنما يتغير لا مش عاوز. يبقى أنت ما فهمتش الحكاية، يبقى أنت ما مشيتش في السكة لسه، أنت خدت نص الموضوع. ما ينفعش يكرز بالمسيح بدون توبة، ما ينفعش. يكرز باسمه بالتوبة. التوبة تدي لك ايه؟ تجيب لك مغفرة الخطايا. اغلى نعمة ان كل اللي انت عملته يتشال، مغفرة الخطايا لجميع الامم. هنا الكرازة مش هتقف على اليهود مبتدئا من اورشليم. قال لهم هتبتدوا بقى تشتغلوا من عائلتكم، من ناسكم، من اورشليم، من اليهود اللي انتوا وسطيهم، وهتطلع الكرازة لاخر الدنيا. الرسالة هي رسالة واحدة، لا فيها ختان ولا فيها حرف الناموس، انما الرسالة ايه؟ المسيح له المجد جاء الى العالم ليخلص الخطاة، الذين اولهم انا، يكرز باسمه بالتوبة ومغفرة الخطايا لجميع الامم مبتدئا من اورشليم. البداية مش من اورشليم، مش معناها كرامة لاورشليم اكتر من اي حد، إنما لأن المسيح خرج من البلاد اليهودية، ولأن التلاميذ أساسا كلهم يهود. لكن تلاحظوا أن اليهود كانوا أكثر ناس هيعندوا الإيمان. وبولس بقى حكالنا في روميا إزاي ربنا سمح أن اليهود يرفضوه خالص والأمم يقبلوه، عشان في الآخر يجيب كمان اليهود ويبقى كسب الكل. فدي خطة من ربنا، سابهم يرفضوه عشان يكسب على حسهم كل الأمم والبعاد عن ربنا، وأنتم شهود لذلك. هنا بقى تحول التلاميذ من مجرد تابعين مستمتعين بعشرة ربنا بيتعلموا منه بيقلدوه، بدأت كلمة جديدة تدخل حياتهم. قال لهم أنتم أصبحتم شهود. شهود لإيه؟ أهم خبر المسيح قام. هيبقوا شهود لما بطرس يروح أي بلد يقول لهم أنا عشرت المسيح، مسيح ربنا هو اللي عمل معجزات، هو اللي أقام موت، هو اللي جالنا من السماء يفدينا، وأنا شفته بعد ما قام، مات واتصلب وقام حيا وصعد للسماء حددنا المكان. أصبح شاهد. شاهد كل واحد منهم اسمه شاهد. شاهد ليه؟ عاش وعاشر. يوحنا في رسالته الأولى اللي هنبتدي فيها عشرنا الأسبوع الجاي يقول الذي كان من البدء هو الذي رأيناه بعيوننا، هو الذي سمعناه بأذاننا، هو الذي لمسته أيدينا. شاهد، شاهد بالنظر والسمع واللمس، مش بيتكلم عن غيبيات عن نظريات، لا، بيقول ربنا أنا شفته بعيني، لمسته، سمعته، بكلمكم عن إله حقيقي تجسد وتأنس وحل بيننا ورأينا مجده. فقال لهم أنتم شهود لذلك، وها أنا أرسل إليكم موعد أبي، فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. تلبسوا قوة من الأعالي. ها أنا أرسل إليكم موعد أبي. موعد إيه تاني يا رب؟ هو فيه أكتر من اللي إحنا فيه؟ أنت قمت وخلاص الموت اتغلب وكده، كلنا لينا رجاء نموت ونقوم زيك وما بقيناش خايفين من حاجة، وغلبت الخوف وغلبت الموت وغلبت الشيطان. قال لهم استنوا، ده لسه بقى الخبر الكبير قوي. هو لسه في أخبار تاني؟ قال آه، في موعد من الآب بقاله آلاف السنين. إيه موعد الآب؟ تلاحظوا بقى ده موجود في يوئيل، سفر يوئيل، ومكتوب بقى في سفر الأعمال في الأول برضو لوقا البشير اللي كتبه. قال وعد مهم قوي، اداهم معاد مهم قوي، قال لهم يكون في الايام الاخيره اني اسكب من روحي على كل بشر. هذه ما حصلتش ابدا في العهد القديم، ربنا يدلق روحه كده دلق على البشر، ده كان بالعافيه بالكاد الروح القدس يسكن في النبي عشان يقول النبوه بتاعته، ولو مشي غلط كده ولا كده الروح يفارقه. برضه الملك عشان مأمورية مهمة يقود شعب الله يقوم الروح القدس يوجهه ويسوقه، إنما لو انحرف الروح القدس يفارقه. لكن أسكب كده لا، دي ما جاتش في العهد القديم، دا
ده كان وعد من الآب لكنيسة العهد الجديد، لو الفداء تم، يعني لما يتم الفداء، لما المسيح له المجد يفدي البشرية ويفتح لهم باب الخلاص بالإيمان والتوبة، الله يسكب من روحه على من يؤمن ويتوب. عشان كده تلاحظوا في أول وعظة وعظها بطرس الرسول في أعمال 2 اللي كتبها لوقا برضه، لما وعظ الوعظة دي حرك قلبهم وكلهم قلبهم اتنخس وعرفوا ان المسيح اللي هم صلبوه هو ربنا، هو اللي بيتكلم عنه العهد القديم. راحوا سألوا السؤال المشهور، ماذا نفعل ايها الرجال الاخوة بعد المصيبة اللي عملناها دي، قتلنا المسيح بايدينا؟ قال لهم توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم ربنا يسوع المسيح لمغفرة الخطايا، فتقبلوا عطية الروح القدس، لان الموعد هو لكم. الموعد اللي هو الروح القدس، ربنا موعدك بأغلى حاجة، يديلك روحه، هيحط فيك روحه عشان تبقى كريدت ليك، تبقى كده دليل انك انت اسمك اتكتب في السماء، وحافظ وصائل ليك عشان توصل السماء، وينقلك نقلة بقى من ابن بشر لابن الله شبه المسيح لانك خدت روحه. حاجة كبيرة قوي. هو ده موعد الآب، فقال لهم بصوا تقعدوا ما تعملوش حاجة لغاية ما تاخدوا موعد الآب، لأنه يسكب من روحه على كل بشر، كل بشر كل من يؤمن طبعا، مش كل بشر يعني كل الدنيا. فالكلام ده انطبق تماما بعد اليوم ده بخمسين يوم، عشان كده عيد القيامة بعديه بخمسين يوم عيد العنصرة، عيد انسكاب الروح القدس. هو ده موعد الآب، هو ده بقى عيد ميلاد الكنيسة الجديدة، هو ده فرحة الكنيسة إلى الأبد، أن روح الله سكن فينا ولن يفارقنا. طب لو ضعفنا ليتها نتوب ونرجع تاني، إنما لن يفارق، بس نفضل نتوب ونمسك ونعيش بالروح اللي خدناه عشان نوصل. ها أنا أرسل إليكم موعد أبي فأقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. يبقى هو نفسه موعد الآب هو قوة من الأعالي. بمعنى إيه؟ حتى لو أمنت أن المسيح له المجد ما تؤمن، إنما أنت ما زلت إنسان وحدك ضعيف، روح الله لما يدخل فيك يعطيك قوة مش بتاعتك، قوة مش بتاعتك بقى. إيه اللي يخلي المسيح يقدر يسامح عدوه؟ دي مش قوة طبيعية، دي مش قوة بشرية ما يقدرش عليها إنسان عادي، دي قوة من الأعالي، عشان قلبك يوسع لدرجة انك تسامح عدوك. اللي يخلي مسيحي يدخل على الموت مبتهج بثقة بفرح برجاء، ده حاجات مش طبيعية، دي مش قوة بشرية، دي قوة من الأعالي. اللي يخلي المسيحي وسط مشاكل جامدة جدا وإحباطات شديدة مبتسم وعنده سلام، دي مش حاجة طبيعية، دي قوة من الأعالي. كل ده اسمه ايه؟ عمل الروح القدس، موعد الآب. قال لهم ما تتحركوش من مكانكم، انا عارف ان انتوا متحمسين وفرحانين ومعاكوا احلى خبر في الدنيا، المسيح قام بالحقيقة قام، انما استنوا، انتوا محتاجين قوة، انتوا هتلفوا العالم، انتوا هتقفوا قدام ملوك ورؤساء، انتوا هتموتوا من اجل الشهادة، محتاجين قوة، مش هتقدروا لوحدكم على ده كله. أقيموا في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي، وأخرجهم خارجا إلى بيت عنيا. بيت عنيا جنب أورشليم، يعني تمشى معاهم، شوفوا تعشى وتمشى معاهم وراح بيت عنيا. بيت عنيا دي كانت منطقة معروفة عندهم، قرية فقيرة، وبيت عنيا يعني بيت العناء أو بيت الألم، وده كان مكان كتير قوي يتردد عليه ربنا يسوع، كأنه بيستعيد الأيام الجميلة بتاع الزمان. وفي بيت العناء ده أو في القرية البسيطة دي اللي فيها ذكريات كثيرة، أخرجهم إلى بيت العناء. برضو بعض القديسين قالوا فيها معنى جميل، قالوا مع الفرح الشديد قوي بتاع القيامة، إلا قال لهم اوعوا تفتكروا معناها الألم وقف، لا، العناء مستمر أو هيبدأ. لما هتمسك في ربنا مش معناه كده الحياة تمشي سهلة، في العالم سيكون لكم ضيق. بيت العناء هيكمل، بس ايه رأيك وانت واقف في بيت العناء؟ هتتفرج على اجمل منظر والمسيح صعد للسماء، وانت واقف في بيت العناء هتاخد احلى وعد انك يبقى لك مكان معاه في السماء،
اوعى تخاف تروح بيت العناء، اوعى تخاف تدخل في تجارب، التجارب هي اللي تصعدك مع المسيح، ترفعك، تخليك ثابت في ربنا. التجارب هي اللي هتورثك الأبدية مع المسيح، ما تخافش. فأخرجهم خارجا. برضو فيها معنى تاني، انه لما الواحد يمسك في ربنا ويؤمن به ويشهد لقيامته يطلع بره، يطلع بره عن ايه؟ خلاص مبقاش زي البني ادمين، رسالته غير رسالة الناس، هدفه غير هدف الناس، كأنه خرج خارج الدنيا. يقول لك فلان ده مش من الدنيا، ده بره. بره ليه؟ ما هو لابس زي الناس وبياكل زي الناس. لا، مخه بره، قلبه بره، حياته كلها. اخرجهم خارج، قال لهم انتم مختلفين. مش اخرجهم بمعنى طلعهم بره الدنيا حرفيا، لا، ميزهم، اصبحوا ناس خارجين عن فكر العالم وعن منهج الدنيا وعن اهتمامات الارض. كأن الناس دول زوار من السماء وراجعين السماء تاني. أخرجهم خارجا إلى بيت عنيا ورفع يديه وباركهم. الحركة الطقسية دي احنا متعلمينها من المسيح، لما تلاقوا أبونا مثلا يرفع يديه ويبارك في آخر القداس يقول محبة الله. الحركة دي احنا متعلمينها من المسيح جيل بعد جيل، بقى بطرس يعملها بعد المسيح ويبارك وهكذا، لأنه رفع الإيد، إيد المسيح فيها كل السلطان اللاهوت، كل السلطان الإلهي ده اتنقل للكنيسة. عشان كده أبونا يرفع إيده ويبارك يقول السلام لجميعكم، تنتقل البركة، لكأنها من يد المسيح رأس. رفع يديه وباركهم، عشان احنا بنبوس إيد أبونا. الحقيقة مش لأنه مثلا شيخ ولا لا، لأننا نرى فيها يد المسيح بس كده، فيها كل البركة، فيها كل كرامة إيد المسيح. فمن هنا احنا واخدين الحتة دي جيل بعد جيل. رفع يديه وباركهم، وفيما هو يباركهم انفرد عنهم. انفرد عنهم يعني ايه؟ يعني كانوا واقفين مع بعض، فجأة لقوه بينفرد، بيبعد، بيرتفع. ليه؟ جه معاد ربنا خلاص يرجع السماء، لكن كان وسطيهم. يعني بصوا المنظر اللي قصاد عينيهم هو الشوق اللي هيستمر معاهم. كل واحد شاف المنظر ده هيعيش على أمل هو كمان يطير مع المسيح. فكان واقف وسطيهم وبيتكلم معاهم وبيباركهم، ثم انفرد عنهم وأصعد إلى السماء. يعني شوفوا المنظر، لقوه كده طالع لفوق. فسجدوا له. طبعا سجودهم هنا شاهد على صدق إيمانهم بقى خلاص. لم يعودوا يروا فيه معلما ولا نبيا ولا لا، خلاص أنت هو ابن الله بالحقيقة، أنت المسيح الإله. سجدوا له. عشان كده احنا في عيد الصعود تعتبره عيد كبير، ونسجد فرحا بإيماننا بالمسيح الإله، وعشما وشوقا أن يصعدنا احنا كمان وراه. انفرد عنهم وأصعد إلى السماء. برضو واحد يقول ليه ما قالهاش معلمنا لوقا وصعد إلى السماء؟ تنفع صعد، تنفع، وكانت في أماكن تانية منسوبة لربنا يسوع كفاعل صعد. ولكن لما تنسب للمجهول كده يعني أصعد، كأن قوة خارجية أصعدته، هي إشارة إلى أنه ما يصنعه الآب مع المسيح فيصنعه الآب معنا. بمعنى إيه؟ تأكيد على بشرية المسيح. ما هو أي واحد فينا ما ينفعش يصعد لوحده، لازم ربنا يشد وشد. فلأن المسيح له المجد، ذكرا بين إخوة كثيرين، أول واحد في الصف يعني، فكأنه ينسب الصعود إلى الله الآب. واخدين بالكم؟ إشارة أنه زي ما تعامل مع المسيح هيتعامل معانا، ماشي؟ لأنه واحد مننا. يعني مرة يتقال المسيح قام، ومرة يتقال المسيح أقيم، مرة تتقال المسيح صعد، ومرة يتقال المسيح الصعيدة. دي ما تلغيش دي، المسيح قام لأنه إله، المسيح صعد لأنه إله، وأقيم وأصعيدة لأنه إنسان. فاهمين المعنى؟ فكلمة أقيم وأصعيدة تأكيدا على بشريته،
وقام بعده تأكيدا على لاهوت، فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم. برضو هنا لغز تاني، هو لما المسيح يطلع السماء مش ده وداع مؤثر؟ المفروض كانوا يبكوا ويحزنوا زي أي واحد بيودع واحد حبيبه غالي. إيه يعني شايفينه طالع السماء ومش راجع تاني؟ خلاص مش راجع تاني، هو تمم المهمة. إنما العجيب بقى إن هم يوم صعود المسيح كانوا فرحانين جدا. طبعا أنتوا مش بتحبوه ولا إيه؟ قالوا لا، ده هو قايل لنا الأسبوع اللي فات لو كنتم تحبونني لكنتم تفرحون بأني أمضي إلى الآب. هو قايل لهم كده، قال لهم لو بتحبوني صحيح لما تشوفوني صعد هتبقوا فرحانين جدا. ليه؟ هتبقوا عارفين إن أنا راجع لمجدي، هو ده مكاني الطبيعي. هتبقوا عارفين ان انا تممت المهمة خلاص، الدور والباقي عليكم. هتبقوا عارفين ان انا ذاهب لأعد لكم مكانا، وان اعددت المكان اتي ايضا واخذكم الي. هتبقوا عارفين زي ما انا صاعد وطالع الدور مرة جاء عليكم تيجوا وراي عشان ندخل السماء. كل دي اسباب تفرح بالرغم ان في نوع من الوداع، انما كانت قلوبهم ممتلئة فرح لا يقل عن فرح القيامة. فسجدوا له ورجعوا إلى أورشليم بفرح عظيم، وكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. رجعوا جاري على العلية والهيكل، العلية المكان اللي بيلمهم لوحدهم، والهيكل اللي بيلم كل اليهود. فمعنى إيه؟ كملوا حياتهم في الهيكل، دي أصلها ليها مغزى عميق. الكنيسة هي السماء البديلة الآن. يعني ايه؟ انت نفسك تروح السماء، نفسك تشوف المسيح بعينيك، نفسك تجري وراه وتطلع تقعد جنبه، تعالى الكنيسة. الكنيسة هتوصلك لده كله، الكنيسة هتنقلك المشاعر دي كلها. خليك في الهيكل في تسبيح مستمر، هتدوق اللي انت هتدوقه بعد كده في السماء، ولو عينات ولو كده بشكل بدائي. فهم من شوقهم للأبدية، من فرحهم بالصعود، بقوا عاوزين ما يسيبوش الهيكل، عاوزين يكملوا كل عمرهم تسبيح وشكر. وهو ده فكر الكنيسة. الكنيسة بتنقلنا للحياة السماوية، بتقرب لنا السماء، بتحسسنا ان احنا هنطير كده ونبقى مع ربنا الى النهاية. فكانوا كل حين في الهيكل يسبحون ويباركون الله. امين. نشكر ربنا على نعمته انه تمم علينا انجيل لوقا بسلام.